أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشرت ملابس الأطفال المصور عليها صور، لدرجة أننا لا نجد ملابس لأطفالنا خاليه من هذه الصور، بل إن بعض السلع والمشتريات من معلبات وحفائظ وغيرها لا تخلو من صورة فندخلها المنزل. السؤال: ما حكم أخذها وشرائها وإدخالها المنزل مع أنه يصعب؟ أما الملابس فهناك ملابس ليس فيها صور. قول السائل ما وجدنا ملابس غلط، فيه ملابس. لو اشتريت قماش وفصلته على ولك عند الخياطي، ما هو بلازم تشتري شيء جاهز، اشتري شيء وفصله أنت، تخيطه عند محلات الخياطة. فلا يجوز لبس شراء الملابس اللي فيها تصاوير. وأما الصور اللي على السلع هذه ممتهنة، أنت ما قصدك الصورة، أنت قصدك السلعة، والكرتون هذا تلوفه إذا خلصت منه، أو القوطي تلوفه إذا خلصت منه. ما وإن كان تبي تستعمل هذا الكرتون أو تستعمل هذا الغلاف تبي تستعمله، اطمس الصورة حكة. نعم.